رحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويكونوا اموركم على احسن ما يرام، يكون ان شاء الله رمضان حتى هو كيدوز احسن الظروف. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله ولا الوصفه ديال اليوم هي وصفه تاع شوربه سهله في التحضير بمكونات بسيطه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم ان شاء الله. هي شوربه تاع القرعه، كتجي زوينه وبنينه، كتجي خفيفه، هادشي علاش قلت نقترحها عليكم، حيت انا كنديرها كبديل للحريره، كتجي خفيفه مع الفطور، كنتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تعجبكم. هاد الشوربه ان شاء الله غادي خصنا لها جوج قرعات قطعتهم هكا، بصيله صغيره حتى هي مقطعه رقيقه، هنا عندي واحد جوج بطاطات صغار، عندي نص معلقه تاع الملحه، معلقه صغيره، قبيصه تاع البزار، فص تاع الثومه كيبقى اختياري الا بغيتو ديروا، الا مبغيتوش معليش. عندي زيت البلديه غنحتاج واحد معلقه ونص معلقه كبيره، هنا عندي كريمه سائله، واحد شويه د الزبده، وهنا عندي فرماج هاد المربع هذا حتى هو كيبقى اختياري. بسم الله غادي نبداو على بركه الله. غندير الطنجره ديالي تسخن ان شاء الله ونرجع معكم. بسم الله غادي نبداو على بركه الله، غادي ندير الزيت في الطنجره، الزبده كتبقى اختياريه، الا مبغيتوش ديروها ماشي مشكل. غنزيد البصله، ندير البطاطا، نحركهم مزيان يتلبسوا بهاد الزبيده مع الزيت. نزيد فص تاع الثومة، دابا غنزيد القرعة، نفس الشيء، نحرك مزيان. غنقص عليها العافية دابا، غادي نغطي عليها ونخليها واحد جوج دقايق، من بعد ان شاء الله غنرجع نوريكم المرحلة اللي غنديرو من بعد. اخواتي من بعد ما خديت الخضرة ديالي تتشحرات مزيان، هانتوما كتشوفو، دابا غادي ندير الملح مع البزار، نخلطهم شويه، بسم الله دابا غادي نمرق. ندير القياس فاش طيب الخضرة، غادي نغطيو عليها ونخلوها ان شاء الله طيب، ومن بعد ما طيب ليا الخضرة غادي ان شاء الله نتلقاو باش نكملوها. اخواتي من بعد ما الخضرة طابت كما كتشوفو، دابا غادي ناخد واحد نص معلقة د الزعتر، ما قلتهاش لكم قبيله في المقادير،
غادي نحكها مزيان بين يديا ونزيدها على الشوربه. غادي نطفي عليها دابا العافيه ونخليها حتى تبرد وغادي نرجع ان شاء الله نكمل معكم. اخواتي الشوربه ديالنا هي وجدات، الخضره طابت، اللي تيحبها هكا يخليها الخضره صينه، كيزيد عليها لا كريم ويزيد عليها الفرماج، كيعاود يشعل عليها يخلي لا كريم تذوب واحد 3 دقائق وغادي تكون وجدات. بالنسبه ليا انا كتعجبني كفولوتي، يعني كنطحنها. غندوز ان شاء الله نديرها في الكاس باش نطحنها وغنوريكم الطريقه ان شاء الله. خواتي الشوربه درتها هنايا باش نطحنها، غنزيد عليها الفرماج. من بعد ما تطحنت الخضره غندوز ان شاء الله ونردها للطنجره. غنكمل الباقي تاع الخضره اللي بقات عندي ونرجع معكم ان شاء الله باش نكمل الوصفه. اخواتي من بعد ما طحنت الخضره كامله مع الفرماج، دابا رديتها للطنجره شعلت عليها، غنزيد عليها الكريمه نخلطها مزيان، غنخليها طيب باقي ان شاء الله واحد 3 حتى 4 دقائق ونتقاو ان شاء الله نقدمها لكم ونوريكم ان شاء الله اش كنزيد عليها. اخواتي الوصفه اليوم ها هي وجدات، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. انا رافقتها بشويه ديال الزعتر، كما كتعرفوا في هذا رمضان كنحتاجوا شي حاجه اللي تعاوننا على الهضم، ما كاين ما احسن من شويه الزعتر. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله عندكم، وكنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله.